صباح الخير سميرة، صباح الخير لكم جميع. اليوم غنشوفوا كيفاش غادي يمكننا نوجدوا حنا بيدينا لي بوكس ديال الحنه باش نحاولوا نديروا واحد الميداء للعروسه اللي هي جميله بزاف وما تقامش علينا غاليه. اول حاجه غادي نحتاجوا الفلوغ، دونك الفلوغ اللي غادي ناخذوا انا غادي نوريكم لان لي بوكس ساهلين، غير واحد الحيله باش يجيونا مزيانين هو اننا ملي غادي نفصلوا لا بوكس يا اما مدوره بحال هذا الشكل هذا وكنت وريت لكم الكباغي ديالها في الحلقات اللي قبل، اولا لي بوكس اللي هما طوالين بحال هذا الشكل هذا غادي نوريكم كيفاش غادي يمكننا نخدموهم. اذا غادي ناخذوا الثوب على حساب الكبر ديال لابوكس اللي غادي نبغيو، وغادي الحيله هي اننا غادي نخيطوا الثوب في الوسط ماشي من الجناب. علاش؟ باش ديك الساعه مني كان تكون عندنا لابوكس بحال هذا الشكل هذا ومني كنعمروها كتجينا الخياطه في اللور، وبالتالي مني كنحطوها ما كتجيش فيها العيب. الوغ بالنسبه لهاد لي بوكس هادو كما قلت لكم كيمكننا كما قلنا نخدموهم على هذا الشكل هذا. هنا كنقترح لكم اننا نختاروا الثوب بما ان الحنه كتكون خزانيه بلديه، نختاروا الخضر والاحمر كيبقى كذلك غويال. هنايا كما شفتوا خدينا الثوب ديال الساتان اللي هو متواجد في السوق والثمن ديالو ما غاليش، وغادي نزيدوا عليه واحد الروبون بحال الدوغي باش يعطي واحد اللمعه اللي هي جميله ويزيدهم جمال. وهنا غادي نديروهم كما شفتوا حطيتهم هنا في واحد الصندوق اللي هو بلدي، كيمكننا نديروهم على شكل صغير اولا اشكال اللي هي كبيره، وبالتالي كيمكننا نقدموهم ولا نحطوهم قدام العروسه ملي كتكون عندها الحنه ديالها. انا كنهضر على النهار ديال الحنه يعني لي بوكس اللي كتوجد الام لبنيتها باش تحطهم قدامها. الوغ من بعد عندنا كذلك الا بغينا ناخذوا كما شفتوا هنايا الفلوغ، هذا الفلوغ هذا كما شفتوا البيض كيجي جميل بزاف. هنايا طرزناه بالطرز ديال الماكينه اللي غيكون بالكارت بالدوغي ولارجونتي ونقبطوه بواحد الشويشيات تيجي حتى هو المنظر ديالهم جميل. هاد لي بوكس هادو يمكننا نحطوهم على هذا الشكل هذا، يعني نديروا لا بوكس الوسطانيه هي مدوره ونقدروا نحطوا فيهم لي بوكس الاخرين حداهم تيكونوا طوالين حتى كندوروا بهم الميده حتى هما كيجيو مزيان، يعني كنلعبوا على لي فورم اما مدور اما طوالين. دونك هادو هما الاشكال اللي غادي نوريكم. كذلك عندنا الطرز هنا بحال هذا الثوب هذا اللي خدينا هذا الموتارد كيجي جميل بزاف، وكما شفتوا هنايا خدمناه بشويه ديال سميتو هذا سميتو الدريسات الدرس، ودرنا له كذلك الخياط الطرز. كيمكننا كذلك نديروا فيه لي زينيسيال ديال العروسه والعريس، وخدمناهم كذلك بشويه ديال سميتها السفايف من الجنيبات. هاد لي بوكس هادو شويه كيتقام الثمن ديالهم غالي، ولكن غادي نوريكم كيفاش غادي يمكننا نحطوهم في الميده بلا ما يجينا الثمن غالي. يعني انا الفكره ديالي اليوم هي اننا نقدروا نديروا حويجات مزيانين، ولكن كيبقى الطريقه ديال التقديم هي اللي غادي يمكننا نربحوا فيها شويه ديال الفلوس. الوغ هنايا شنو غادي يمكننا نديروا؟ ناخذوا ميده بحال هذا الشكل هذه، هذا هو غير تيفور ديال النحاس او لاسينيه ديال النحاس، نغطيوها بواحد المنديل اللي غادي يتواتنا مع لي زاكسيسوار اللي غادي نديروا. هنا ماشيين في لوطون ديال الخضر والدوغي، دونك غادي ندير كذلك المنديل اللي فيه الخضر والدوغي. كما شفتوا هنايا درت الحنه شتتها في سميتو في هذا التيفور باش يمكن لي نعمر بها. ومن بعد غادي ناخذ ستيلات ديال النحاس اللي غادي نحطهم في الوسط على هذا الشكل هذا. هنايا الورد غادي ناخذه ونحطه كذلك اون فراك في الوسط. كيتواتى بزاف مع الحنه ملي كيجي محطوط على هذا الشكل هذا، كنحاولوا ما امكن نقادوه على حساب الدوره ديال السطيلات كذلك باش يجينا مواتي معاه. صافي بركه ديال الورد. ومن بعد غادي ناخذ واحد طبيق اللي غادي نحطوه في الوسط على هذا الشكل هذا، وبالتالي هنا كنقترح عليكم يمكننا ديك الساعه نديروا هاد لي بوكس اللي هما واخا يتقاموا شويه غاليين ما كاين باس لان ما نستعملوش منهم بزاف. دونك هنا كما شفتوا درنا الفلو خضر كلهم طروزين بالزواقه اللي هي كتكون حتى هي شويه مخسانيه، غنديروا شويه ديال لوغونزا لداخل فين غادي نديروا فيهم الحنه، وبالتالي غادي نحطوهم غير على هذا الشكل هذا. نوريكم نحطوهم غير هنايا اولا نديرهم هنا باش يبانوا لنا مزيان. نحطوا غير واحد جوج ديال لي بوكس في الميده، ما نحتاجوش نديروا اكثر
كيجي المنظر ديالهم جميل وكتجي الميده ديالنا راه يدي عامره. الوغ شنو عندنا كذلك؟ يمكننا كذلك نديرو هاد لي بورس اللي تيكونوا حتى هما كبارين، غادي نديروهم ديك الساعه بالفلوغ كما شفتوا درنا الطرزات شويه كبار، وهاد الطرزات يمكن لكم بيديكم تلصقوا فيهم العقيقات حتى هما كيجي المنظر ديالهم جميل. كيمكننا كذلك نديرو نفس الشيء يعني نبدلوه بحال دابا بهاد لي بورس اللي كيكونوا كبارين، على اساس اننا نديرو لي بورس كبار لان الميده راه هي دي كبيره، ما يمكنناش نديرو دي بورس صغيره ونحطوهم. دونك نديرو لي بورس كبار، جوج ثلاثه ديال لي بورس في الميده كافينا، كيجي المنظر ديالها جميل وكيبقى ذكرى بالنسبه للعروسه. كذلك عندنا لي بورس اللي غيمكننا حتى هما كيتواتاو بزاف مع هاد المناسبه ديال الحنه، اللي غادي نديروهم بهاد لو فيلوغ، وهما كيكونوا بحال دي بتيت بورس صغارين، هادو ساهلين غير ثوب مدور وكنجمعوهم، كيتخيط نعمروهم من داخل نجمعوهم. هنايا زدت لهم طرزه في الجنيبات، ولكن هنا كيمكننا خصنا ديك الساعه الا بغينا ندوروا الميده نديروا نفس الشيء، خصنا ندوروا بها الميده، خصنا واحد بين 10 حتى 12 ديال لي بورس باش ندوروا بهم هاد الميده ديال الحنه. على اي هذه هي التشكيله اللي جبت لكم اليوم بالنسبه لهاد لي بورس ديال الحنه، كنتمنى انها تروق الاعجاب ديالكم. كيبقى لنا اننا هاد الطيفور هذا باش نزيدو نشيكوه ونحطوه بواحد الطريقه اللي هي جميله، غادي نديروا له الغطايه ديالو اللي غادي نحطوها فقط على جانب، وكما شفتوا هنا كذلك حتى الشوشيه درناها بنفس الالوان باش تجي متواتيه مع هاد الميله هذه، وبصحه براحه. شكرا لك هدى جنان، الله يجعلهم مبارك ومسعود لكل المقبلين على الزواج. نمشيو اللحظه عند الدكتور نوف المامو باش نتكلموا فقره صحيه على تاثير الزواج على المرضى بالسرطان.